ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا، حياكم الله. اليوم إن شاء الله راح أتكلم عن فندق يعتبر من أغرب فنادق العالم. اسم الفندق جيراف مانور. شنو فكرة هذا الفندق؟ أو وين يقع هذا الفندق بالضبط؟ الفندق يقع في نيروبي عاصمة كينيا بالقارة الأفريقية. شنو فكرة هذا الفندق؟ الفكرة أنك أنت عايش وسط الغابات مع فصيلة نادرة من الزرافات. يعني تخيل تقعد من النوم تصبح عليك زرافة، أو وانت نايم تحصل زرافة بوجهك. يعني الوضع طبيعي ولا تتحسس من أي شيء، أو تفطر بوجهك زرافة تفطر معاك. يعني الفكرة جميلة ودك تعيش تجربتها. مثل ما شفتوا الفيديو السابق، هذا الفندق انتشرت له فيديوهات كثيرة، واليوم حبيت أتكلم عنه. أول شيء بعطيكم متى تم بناء هذا الفندق. تم بناء هذا الفندق عام 1930 تقريبا، كان بيت خاص، وبعدها تم تجديده وأصبح بيت على تصميم سكوتلندي للصيد. واليوم نشوفه فندق تقريبا فيه 12 غرفة، منهم سويتات منهم غرف عادية. راح أنزل لكم فيديوهات عنه. Go on, Greta. فترتين تشوفهم في هذا الفندق. أول فترة، فترة الصباح، فترة الفطور. يعني تخيل وأنت قاعد تفطر تدخل زرافة وتنشب لك وتقعد تاكل معك. هذه الفترة الأولى. والفترة الثانية بعد الظهر، وأنت تشرب شاي تجي الزرافة وتشرب معاك الشاي، أو تقدر توكلهم في هذه الفترتين. بنزل لكم فيديو شوفوا طريقتها شلون تتخلى على البنت. مثل ما شفتوا بالفيديو السابق، بصراحة الزرافات يسوون جو بهذا الفندق. نجي حق آخر شيء اللي هي الأسعار. الأسعار تختلف على حسب الموسم، لكن تبدأ الأسعار للغرفة الوحدة لشخصين من 800 دولار وان طالع، والسويت تقريبا من 2700 إلى 3000 دولار لليلة الوحدة. يعني الأسعار غالية، لكن بنفس الوقت هذا شيء غريب جدا. يعني أتوقع أن لازم تكون الأسعار بهذه الطريقة. أتمنى أني قدمت تقرير يعجبكم عن هذا المكان، وحاولت أني أختصر كثر ما أقدر. وعطوني تجاربكم، هل تفكر تسكن في هذا الفندق ولا خلاص مستحيل تسكنه؟ ودعواتكم في هذه الفترة، وكل عام وأنتم بخير.